النقط اللي تنديروا فيهم جمع العلاج، هذا الشيء واش كيدير جمع العلاج؟ واش كيفيد؟ هي واش نبدا القانون؟ جمع العلاج، ونحيدو التعاونية؟ جمع العلاج، وين نبدل الحوشة هنا؟ جمع العلاج، ندخل شي جيل في الحج؟ جمع العلاج، كاين شي نقاط فين؟ اللي باقي كاين اللي هو اساسي هو الجمع السنوي على الاقل ديرو مره واحده بعد خدم السنوي. اما التعاون ممكن دير اليوم غادي دير جمعه في هذه دير خمسه دير سته دير 12 دير وقت ما ما ديرش غير غاديرو، ولكن دير الحسابات باش نوزو حسابات ندير واحد دير حسابات. اما مثلا جمع شي مشروع شكون ما يمكنش نكتب يتاخد شي قرار الى ما حضرش الموافقه ديال جمع العلاج، اذا شفنا نخش المشروع خصنا نرجعو القواعد ناخدو عيدنا القواعد ندير جمع معادي ناقشنا المشروع في الفني ونضفنا باش نخدو ويدفع المبادره وانا ما ناقشتهاش في جمع معادي واخا غادي نزيد ولكن خصنا نرجع ديال القواعد لانه في واحد كونتريبيسيون في واحد المساهمه فهذه ما حاجه مع معادي تنفعوا صافي يعني جميع اللي من في خرج واحد خرج واحد استقال شي واحد كلشي جمع معاه كاين شي هيئه اللي كتراقب واش دير هذا الشيء ولا يعني غير كيبقى هو هو سابقا قبل 2016 كان 300 تاعهم مزيرش شكون دفع 300 تاعهم ما كانش دابا ولات المحكمة أصلا ما فاهميش ما القانون في أخطاء كبيرة قينا إلا المحكمة ما فاهميش ما القانون هو يجي يجي الدوسي خلاص الصندوق شد الدوسي ها سلا يرجع هنا الدعوة اللي مكتب فيهم خمسة الناس ما يمكنش وقت ما كان دور نعقدو جمع نعقدو ونديرو حاجة معاه أي حاجة النقط عندنا في الجمع غير هادي هما وهادو يستلزمو تقييد مهدد كاين واحد الرابط تقييد مهدد طلع عمر دير فيه موتيف علاش بدا داك المهدد وفيه محضر وفيه رابط حضر وفيه داكشي اللي علاش علاش حضر كاين شي سؤال عندو شي سؤال في التعاون ياك شفنا دابا ما كانش اسئله صعيب نذكر كلشي دابا حنايا كاينين مربيين مجموعة بلاصات بالنسبة للعقلية شكون الأفضل؟ واش نكريو واحد التعاونية ونجمعو فيها عمل ولا كل واحد مثلا يمشي يدير التعاونية بحكم باش أنه ياخذ مثلا شي داعم ولا شي حاجة؟ راه ممكن شوف التعاونية تتأسس من أشخاص ذاتيين أو أشخاص كانوا يمشوا أشخاص منهم شاري تعاونية راه ممكن تبدا تعاونية دابا حنا ممكن ديرها وانت مازال ما عندكش تعاونية دخلنا وديرو تعاونية واحدة أخرى جديدة راه ممكن كل تعاونية أكيد دابا تعاونية الخاطر وسط تعاونية كوبا ديرو لها الكام راه ممكن أنا ممكن كل دابا تعطي واحد وديرو تعاونية جديدة اللي تكرم هذا التصرف ديالكم هو أو ديرو اتحاد تعاونية راه بحال بحال أو ديرو اتحاد تعاونية راه كلشي لأنه في ممكن أشخاص مالويين أو أشخاص ذاتيين أن يؤسسوا ما بينهم تعاون تبقى الكفة تبقى دكتاتك بالنفل ما الهدف من تأسيس التعاون؟ خصنا أولا ليش ندير التعاون؟ يفهم نجاوبوا على السؤال نحطوا آلية باش ننجحوا في المشروعين إذا حنا ما نأسسوا فقط التأسيس راه ما كاين راه ما عندو إذا ما تأسسوا واحد التعاونية باش تفهم السؤال راه إذا تسمعوا شنو خص السؤال خصنا بحال خصنا بيكو ما خصناش هذا خصنا ماشي هذا خصنا خصنا نرجعو نحولو الفلوس داكشي اللي جبنا ديالنا جبنا مثلا تنقو على هو اللي بدا تجمع واحد الشيء شويه عندك يسالي الدق ودرا عندي قد داك داك خصني ولكن بزاف وصلت اللي ممكن انه يتعامل مع مرض وزوا على الاوفيس على المبادره على حتى القرون الحمد لله عندك جاي واحد الفلوس بالنسبة للمعارضة، تمشي كي دابا، استنزاف، باش ما نخدموش غير نبقاو مع المسؤول
احنا كاين واحد البرنامج في الجيل الاخضر، واحد البرنامج فيه محور ديال النداء جيل جديد للمقاومه، يعني المقاومه ديال الرئيس مبارك. وهذا الجيل الجديد عطاو واحد بعض العروض، كاين استفاده من البيع العقاري، الناس اللي هما ذوي الحقوق، شكون هما ذوي الحقوق؟ أرضي السعودية، أنت شنو هما أرضي السعودية؟ أرضي جمالية، الجمهور، أرضي جمالية، ولكن أش يقصدوا بالحقوق؟ يعني هما اللي عطوا الحق في هذاك الأرض، كتكون أراضي الجمهور. أرضي السعودية هي بزاف دار ولاد وكذا، ولكن أرضي السعودية اللي فيها الناس ديالهم. كيف أراضي؟ كتكون اراضي الجمهور، واحد واكي، واحد الصندوق ديال الداخليه معروفين، طبعا الجمهور معروفين، ولكن هادشي ما عرفتش هذا السبب ولا الدرع ديال عنده قلم من تدريس هذا، أنا قلت لك هذا من تدريس الوزارة.